أما بعد، فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. معناه: لو تعلمون ما أعلم أنا من أمور القبر وأمور الآخرة كان قل ضحككم وكثر بكاؤكم. معناه: لو كنتم تعلمون ماذا يوجد في القبر من أهوال القبر وماذا يوجد في الآخرة من العذاب والعقوبات كنتم تمشون في الطرقات وأنتم تصرخون من الهول من الخوف وما كنتم تضحكون.